بالمركز الثالث. ونهنا أيضا لا ننسى محمود بن محمد بن سالم الوهيبي على تضميره الجيد للحظة ولينصيب من فازت بالمركزين الأول والثاني. ونهنا أيضا سعود بن علي الحبسي على تضميره للشاهينية التي جاءت في المركز الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأعزاء، انطلق قبل قليل ثاني أشواط هذا المساء، وهو الشوط الأول الرئيسي لأجداع القعدان. انطلقت شعارات المشاركين واندفعت بحثا وأملا في الفوز بهذا الشوط القمة. أتمنى التوفيق لكل المشاركين، ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالتهاني لمالك لحظة محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، من انتزعت أول أشواط هذا المساء. أيها الأعزاء، مقدمة الشوط ومن يحمل المركز الأول. من خلال الشعار لحمد بن سعيد بن لزيوح المري على مقدمة الشوط واسمه وليف، ننتقل إلى المركز الثاني. سعيد بن حمد بن لزيوح المري ووليف على مقدمة الشوط، يليه في المركز الثاني شاهين لمحمد بن راشد بن عصيان المنصوري. ننتقل إلى معاهد اللي على المركز الثالث لعبد الهادي بن محمد بن حبيشه النابت. وهذه ثلاثة المراكز المتقدمة الأولى، نستكشف لنرى من على المركز الرابع، وهو مصيحان لسلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي. هذا هو شعار جلد من نافست منافسة مشرفة في أول أشواط هذا المساء. ننتقل إلى المركز الخامس، هنا وحيشان لمحمد بن فهيد بن بيشان العجمي، من قدم الكثير والكثير من بيشان من خلال الفوز في هذا المهرجان اللي نتقدم له بالناموس على ما حقق شعاره، ونتمنى له أيضا التوفيق. نعود مشاهدين الأعزاء إلى مقدمة الشوط وإلى التغيير الذي جرى على مقدمة الشوط. من اندفع بقوة إلى صدارة الشوط شاهين لمحمد بن راشد بن عصيان المنصوري، ينطلق انطلاق تلقائي أتوقع، لأن المسافة ما زلنا في بداية الاثنين كيلومتر من مسافة الستة كيلومترات. وهذا الاندفاع التلقائي من شاهين لمحمد بن راشد بن عصيان المنصوري. ووليف وليف 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 اللي على الميدان خفيف لسعيد بن حمد بن لزيوح المري، يتمنى أيضا له التوفيق ولكل المشاركين. ننتقل إلى المركز الثالث، معاهد عبد الهادي بن محمد بن حبيشه النابت المري. يا متابعين، هذا هو الشوط الأول والرئيسي لجداع القعدان في هذا المساء. هذا هو الشوط الأعلام، الشوط الهام الذي سيتحدث عنه المحللين ويتابعه المتابعين. أتمنى التوفيق لكل المشاركين. المركز الرابع، وصول وتقدم من مصيحان لسلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي. يلا يا سلطان يا مضمر جلد، ركز مع مصيحان في هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الخامس، ومن يحتل خامس المراكز ويتقدم المركز الخامس. هنا التقدم من وحيشان لمحمد بن فهيد بن بيشان العجمي، وأيضا يتقدم تقدم ممتاز الآن على المركز الخامس. ولكن أعود إلى الصراع ما بين الأربعة قعدان التي تشارك وتتنافس في موقع تقريبا واحد على صدارة الشوط، والكل أيضا يراقب تحركات وسكنات الآخر. إذا حذر من المضمرين في هذا الشوط الأول الرئيسي. ونشاهد ونحن نقترب مشاهدينا الأعزاء من منتصف المسافة. أحييك جميع مشاهدي قناة الريان الفضائية في هذا النقل الحي والمباشر، وما زالت الأمور مع بن عصيان المنصوري ومصيحان اللي ينطلق، أو شاهين اللي ينطلق لمحمد بن راشد بن عصيان المنصوري. وانتصفت مسافة الشوط، وشعار جلد على ظهر مصيحان ينطلق الآن ويتقدم تقدم خطير خطير خطير، يشكل خطورة الآن على المشاركين في هذا الشوط. سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي يحاول أن يوفق في هذا الشوط بعد مشاركة جلد. وأنا أتمنى لك التوفيق ولإخوانك المشاركين. هذا هو مصيحان لسلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي، أحد الشباب المميزين. يلا يا سلطان. المركز الثالث، هنا وليف سعيد بن حمد بن لزيوح
المري على المركز الثالث، وايضا معاهد 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 عبد الهادي بن محمد بن حبيشه نابت، وايضا وصول اول نداء لمايهاب لعيد بن خميس بن عامر العمري على المركز الخامس، وخطير هذا القعود، خطير بكل ما تحمله الكلمه من معنى، اللي انطلق على المركز الخامس ويتقدم تقدم ممتاز، ولن يكتفي بهذا المركز بل سيتقدم في الوقت المناسب، ولكن خلونا مع تقدم قعود سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي مع مصيحان اللي ينطلق الان وينفرد انفراد ممتاز، والعصا والآلي مثبت تثبيت، وايضا والسماعه على ما يبدو بانه لم يصدر الاوامر حتى من خلال الجهاز اللاسلكي، ولكن ما شاء الله على مصيحان ينطلق انطلاق ممتاز، ونحن ايها الاعزاء نشارف على لوحه الاثنين كيلو مترين. يلا 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 يا بن نوار، حاول 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 ان تبتعد ابتعاد تدريجي عن هؤلاء الفطاحله التضمير، ومن ثم تنقض الى خط النهايه، وكما قال الشاعر اذا هبت رياحك فاغتنمها فعقبى كل خافقه سكوني. ارى التحركات الخطيره من المضمرين بقياده شاهين اللي على المركز الثاني لمحمد بن راشد بن عصيان المنصوري، قادم 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 قادم، ولكن الله يا سلطان اشكرك يا سلطان بن نوار. عموما ننتقل الى المركز الثالث، المركز الثالث معاهد لعبد الهادي بن محمد بن حبيشه نابت، ولكن وليف ولكن وليف 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 لسعيد بن حمد بن لزيوح المري، حرك الراكدين حرك الثابتين بن لزيوح بهذا التحرك، وحرك المياه الراكده بالفعل بالفعل بالفعل، الله بن لزيوح طول بالك شوي يا اخوي. ننتقل الى المركز الرابع، ومن يحتل المركز الرابع المركز الرابع مشاهدينا الاعزاء، ومن يتقدم في هذه اللحظات هنا التقدم الممتاز من مايهاب العيد بن خميس بن عامر العمري على المركز الرابع، بينما المركز الخامس ومن يحتل خامس المراكز هنا المركز الخامس لراشد بن جعفر بن سهيل بن مرخان الاكتبي على المركز الخامس، ويتقدم الى المركز الثالث ايضا وصول على رابع المراكز وحيشان لمحمد بن فهيد بن بيشان العجمي، بينما خامس المراكز ما زال مع مايهاب العيد بن خميس بن عامر العمري. نعود الى صدارة الشوط والى مصيحان للسلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي 1200 متر، وايضا باقي 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 مسافة يا متابعين في هذا الشوط الاول الرئيسي، ما زال ما زال ما زال مصيحان على صدارة الشوط المركز الثاني، ومن يحتل ثاني المراكز وحيشان لمحمد بن فهيد بن بيشان العجمي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث الزاير لراشد بن جعفر بن سهيل بن مرخان الاكتبي. ننتقل الى المركز الرابع، هنا مايهاب عيد عيد بن خميس بن عامر العمري، واعود الى راعي مصيحان، حرك يا راعي مصيحان الكيلو متر الاخير، ما باقي شيء ما باقي شيء يا سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي، الخط قريب والناموس قريب في هذا الشوط القمه، هذا الشوط الاول الرئيسي، ولكن وصل بن مرخان، وصل الزاير، وصل الزاير اللي يريد زياره المركز الاول وناموس الشوط الرئيسي، هذا هو الزاير 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 الزاير، ما منهم سلامه يا سلطان، ما منهم سلامه المضمرين في هذا الشوط القمه وفي هذا الشوط الرئيسي، الزاير 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 على المركز الثاني ويتسلل، وشعار حيشان قادم، بن بيشان قادم ايضا للمنافسه في هذا الشوط، ومايهاب عيد بن خميس بن عامر العمري، ولكن الزاير 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 غير مجريات الامور مع ال 400 متر الاخيره، ولكن عاد مصيحان مره اخرى يحاول يحاول مع سلطان بن نوار، ولكن الزاير خلاص قفل الشوط قفل الشوط يا متابعين، الشوط الأول الرئيسي مع الزاير مع الزاير راشد بن جعفر بن سهيل بن مرخان الكتبي، مشاهدينا الأعزاء ينتزع أول أشواط الجداع ليهدي السلام والفوز إلى ميدان المرموم وإلى دبي بالتحديد، فتهانينا لأهل دبي في هذا المساء، والتهاني خصيصا لمالك الزاير من زار هنا في ميدان الشحانية، وكلنا بالفوز وكلنا بالزعفران وكلنا بالناموس، تهانينا لجعفر بن سهيل بن مرخان الاكتبي على هذا الفوز المستحق، المركز الثاني وحيشان لمحمد بن فهيد بن بيشان العجمي، المركز الثالث مايهاب عيد بن خميس بن عامر العمري، المركز الرابع مصيحان للسلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي، المركز الخامس شاهين لمحمد بن راشد بن عصيان المنصوري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، والزاير بالفعل اسم على مسمى
أتى لزيارة، ولكنه كلل بالفوز وبانتزاع المركز الأول. 9:56 42 جزءا من الثانية. تهانينا لراشد بن جعفر بن سهيل بن مرخان الاكتبي على هذا الفوز. المركز الثاني هنا وحيشان وسلالة وحيشان المملوكة لمحمد بن فهد بن بشان العجمي. 9:58 36 جزء من الثانية. تهانينا لمالك وحيشان محمد بن فهد بن بشان العجمي. المركز الثالث مايهاب، وتوقيت مايهاب 9:59 98 جزءا من الثانية. تهانينا لمالك مايهاب عيد بن خميس بن عامر العمري. تهانينا